البدايه بعقوبات مكتب الرابطه. عقد مكتب الرابطه الوطني لكره القدم بعد ظهر اليوم الاثنين اجتماع الدوري المخصص للنظر في احداث الجوله الاخيره من بطوله الرابطه المحترفه الاولى، وتقرر في اعقابه ما يلي توجيه توبيخ وتغريم الهيئه المديره للترجي الرياضي 5000 دينار بسبب رمي جماهيره للمقذوفات خلال مباراه النادي الافريقي، توجيه توبيخ وتغريم الهيئه المديره للاتحاد المنستيري ب 5000 دينار بسبب رمي جماهير المقذوفات خلال مباراه النجم الساحلي، ايقاف المدرب المساعد للنادي الافريقي خليل بن يوسف زوز مقابلات، والغرامه بسبب الاحتجاج على قرارات الحكم هيثم جيرات ما كلفه الاقصاء من الميدان، مطالبه الترجي الرياضي بجبر الاضرار الحاصله بملعب حمد العقربي برادس جراء اعمال الشغب الحاصله يوم امس، في انتظار ارسال اداره الحي الوطني الرياضي لفاتورة تضبط قيمة هذه الخسائر. على الصعيد الثاني، لم يقم مكتب الرابطة بالبت في الاحتراز الفني المقدم من طرف النادي الافريقي بخصوص لقصة الهدف الثاني، باعتبار أنه تأكيد هذا الاحتراز بعد تدوين على ورقة المباراة لم يرد بعد على مكتب ضبط الرابطة. نواصل، حيث قامت الرابطة الوطني لكرة القدم اليوم بمراسلة هيئتي الأمل الرياضي بحمام سوسة والنجم الرياضي بالمتلاوي لإعلامهما بتاريخ إجراء اللقاء الفاصل بين الفريقين لتحديد الفريق الذي سيغادر نحو الرابطة الثانية، حيث تم تعيين هذا اللقاء يوم 22 جوان الحالي بملعب حمد العقربي برادس. في المقابل، أمل حمام سوسة ونجم المتلاوي أكدوا تمسكهم بموقفهم السابق والمتمثل في عدم خوض هذه المباراة. أكد اللاعب محمد علي محمد بن علي في تصريح اليوم الاثنين نهاية مشواره مع النادي الصفاقسي إثر نهاية الموسم الرياضي الحالي، وأضاف محمد بن علي فشل مفاوضاته مع إدارة فريق عاصمة الجنوب لتجديد عقده، خاصة وأنه بحوزته عروض تتجاوز قيمتها المادية ما يتقاضى حاليا. استعدادا للقاء الجولة الرابعة إياب من مرحلة البليوف، يستضيف النجم الساحلي نهار الخميس ترجي رياضي بملعب أولمبي سوسة، وفي هذا الصدد تذكر موقع نسمة أن السلطات وضعت 2500 تذكرة على ذمة جماهير النجم الساحلي رغم أن فريقها المستضيف إلى جانب أصحاب الشركات التي تحاول دخول اللقاء. أعلنت هيئة اتحاد بن قردين عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن مباراة الجولة التاسعة من مرحلة التتويج في البطولة والتي تجمع الفريق بالاتحاد المنستيري ستدور دون حضور الجمهور. ستدور هذه المواجهة نهار الأربعاء 22 جوان الحالي بداية من 5 نتاع العشية في استاد مصطفى بن جنات. تكون المباراة منقولة على قناة الكأس القطرية الأولى. بدل الاختصاص من كرة القدم للتنس، أعلنت نجمة التنس التونسية أنس جابر خلال مؤتمر صحفي انعقد اليوم الاثنين أنها لن تشارك في منافسات الفردي ببطولة إستبرون الدولية للتنس. في المقابل، أكدت أنس مشاركتها في منافسات الزوجي للبطولة، وذلك إلى جانب النجمة الأمريكية سيرينا ويليامز التي لم تشارك في أي مباراة رسمية منذ انسحابها خلال مباراتها بالدور الأول من بطولة ويمبلدون العام الماضي. في الرياضة العالمية، توصلت إدارة نادي أرسنال الإنجليزي اليوم إلى اتفاق مع نظيرتها في نادي سبارتا روتردام الهولندي على استعارة المدافع التونسي للفريق اللندني عمر رقيق 20 عام خلال الميركاتو الصيف الحالي، ويضمن عقد الإعارة لعمر رقيق اللعب من 75% حتى 90% من المباريات أو يتحمل النادي الهولندي خطية تصل لحدود مليون أورو. ذكر أنه اللاعب كان محط أنظار ليل وستوك سيتي الذين رفضوا شروط أرسنال الموجودة في العقد. نختم نشرتنا الرياضية بمعلومة صحية، تساعد ممارسة التمارين على تحسين القدرة على النوم والتي قد تؤثر بشكل سلبي، حيث أنها تزيد معدل ضربات القلب ودرجة حرارة الجسم. نقطة نهاية نشرتنا الرياضية، أجمل تحيات عبد الله الحطاب، متابعة طيبة لبقية برامج الحياة تفهم. لايف سبورت، أخبار ومواعيد رياضية على الحياة أفهم. أخبار الرياضة على الحياة أفهم.